السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال وفي تمام الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الرنده اللي سهله وزوينه هكا كتخدم بالقرميطه. انا خدمت شويه في هذا القفطان، هذا كتجي في الجليلبات اولا في القفطانات اللي كيكونوا مطروزين اولا ما تكونش عليها حتى شي طرزه، المهم كتجي زوينه هكا على طول البياسه. نوريكم الامام ديال هذا القفطان، بربعه ديال الغريزات القرميطه. ها انتما كنخدم القرميطه وعاد باش كنزوق وكنخدم ثاني الكورميطه وكنزوق. المهم غادي تشوفوا معايا الطريقه سهله وبسيطه ودغيا كيتخدم، ما كتاخذش الوقت بزاف لان غير بعدي الغريزات على طول البياسه راه سهله. قبل ما نبدا الفيديو ديال اليوم ما ننساش نشكر الاخوات اللي خلاو لي التعليقات ديالهم في الفيديو اللي قبل من هذا، شكرا لكم بزاف، وخصوصا الاخوات اللي خلاو لي الوصفات هكا اللي قلت لكم ديال البرد ديال الوليدات الصغار. الله يحفظكم، الله يسهل عليكم، الله يخطيكم، والله يحفظ لكم تنتما وليداتكم وتشوفوهم ان شاء الله في اعلى المراتب كما كتمنوا، الله يحفظهم ويخليهم لكم. وشكرا لكم بزاف، شكرا شكرا شكرا. ونبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم. كما قلت لكم رنده اللي ساهله على طول البياسه. وما تنساوش البنات، ما تنساوش قبل ما نبدا ما تنساوش تابوناو الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه، وتخليو لايك الا عجبكم الفيديو بطبيعه الحال، وتبارطاجيو مع البنات اللي مهتمات بالخياطه واللي بغات تواصل معايا. انستغرام نفس اسم القناه نفس اللوغو. بالنسبه لهاد الرنده هادي غادي نحتاج الحرير اللي مبروم على ثلاثه ديال الشعرات، والبره النمره 7 باش تدخل لنا العقيق. العقيق غادي نحتاجو العقيق ديال الزمرد هذا، النمره 4. ونبداو الرنده ديال اليوم. كما قلت لكم كتبداو بربعه ديال الغريزات، كديروا بناء الغرز ربعه ديال الغريزات عادي. انا شاركت معكم بزاف المرات بناء الغرز، هانتوما ربعه ديال الغريزات كنخدموهم عادي. كتبداو من الفوق من طبيعه الحال باش الا كان هكا شي ديكالاج كيبقى لتحت، من الفوق كتبداو كتخليو 6 اولا 7 سنتيم على حساب الفتحات العنق شحال بغيتو. كما كنقول لكم دائما فتحات العنق نتوما كتحكموا فيها واش بغيتوها صغيره ولا بغيتوها كبيره، 5 6 7 سنتيم صافي. وكتبداو الرنده ديالكم هكا ربعه الغريزات. انا غادي نخدم هكا واحد المسافه وغنقول لكم شحال هنايا كنخدم ما بين الكورميطات وهاد البلاصه اللي كنخليها باش نزوقها. غادي نخدمها، نخدم ندير هنايا نتوما هانتوما غادي نخدم حتى غادي نحسب هنايا هانتوما في هاد الغريزات هادو اللي حدا الثوب. نتمنى تكونوا فهمتوني شنو بغيت نقول لكم. هاد الغريزات هادو اللي هنايا غادي تحسبوا من هنايا من اول وحده اللي مورا العقيقه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. يعني انا بغيت ندير 20 كندير فيهم 20 كاملين، غادي نزيد واحد الخمسه وعاد باش نبدا الكورميطه. غادي نخدم مع البنات هكا عادي غير بعض الغريزات نمشي بهم ونجي بهم حتى نكمل هذوك الخمسه المرات اللي خاصيني، ونرجع معكم باش نشوفوا الطريقه ديال الكورميطه بالعقيق وعاد باش غادي نشوفوا هاد الرنده هادي كيفاش غادي نزوقوها. هانتوما البنات هنايا من بعد ما خدمت هكا كيما قلت لكم 20 ديال هاد الغريزات اللي هنايا في الجنب 20 مره، يعني كتمشيو تجيو تمشيو تجيو تمشيو تجيو تحسبوا غير هاد الغريزات هادو اللي هنايا حدا الثوب هما اللي كتحسبوا تحسبوا 20 وحده صافي. وغادي نبدا دابا غادي نضرب الغرزه الاولى وغادي نجيب عقيقه. وغادي نخلي 1 2 الغرزات ونضرب الغرزه الاخيره، نضرب في الثوب، غادي ندير غريزه هنا من حدا العقيقه وغريزه في هاد الغريزه هادي، ما غاديش ندير هنايا حدا العقيقه لا، الغرزه الاخرى اللي من هنايا، ونضرب في الثوب وغادي نعمر في هاد الخويط هذا ثلاثه ديال الغريزات، 1 2 3 وها هي الرابعه. كنعوضو دوك ربعه الغرز اللي عندنا، نضرب في الثوب، نرجع في هاد ربعه الغريزات، ثلاثة ها أربعة ها هي الرابعة، نضرب في الثوب. أنا غادي نقطع هاد الخيط وغادي نعاود نرجع تاني مع دوك ربعة ديال الغريزات، جوج ثلاثة أربعة، هي غادي نبدل الخيط
ان هذا ولا قصير، ندير خيط اخر. غادي نعاود تاني نرجع مع هذوك الاربعه ديال الغريزات، وبالنسبه للبنات اللي طلبوا لي ملاقيه بالعقيق رانا ما ناسيكمش البنات، رانا غادي نشاركها معكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. غادي نرجع تاني هنايا مع اربعه ديال الغريزات، نضرب في الثوب، نعاود نرجع نضرب الغرزة الاولى غريزة، وندور الخيط هكا عندي هانتوما هكا لهاد الجهة باش غادي نحبك، واحد جوج ثلاثة، حاولوا يجي وحدة بعضياتهم، أربعة، نزيد وحدة، خمسة، خمسة ديال الحبكات، ونضرب في الغريزة الأخيرة، صافي. وغادي نعاود تاني كورميط أخر، غادي نضرب في الغرزة الأولى كيما الأول، وندير عقيقة، وكنضرب الغرزة الأخيرة، غرزة من اليمين وغرزة من اليسار، نضرب في الثوب، نضرب تاني غريزة من اليمين وغرزة من اليسار، هاد الغريزة الأخرى، صافي. والخويط كنعمرو فيه كيما درنا في الأول، غنعمرو فيه ثلاثة الغريزات، والغرزة الأخرى هي أربعة، صافي. غادي نخدم البنات هكا واحد ستة ديال الكورميطات، هي الغريزة الثالثة، الغريزة الرابعة، نضرب في الثوب، صافي. غادي نخدم نفس الكورميطه بحال اللي خدمت في الاول، نفس الشيء. اللي ما فهمتش غير عاودي الفيديو من الاول حتى الاخر، غادي تيك ساهله، غير باش ما يديناش الفيديو طويل، لان باقي طريقه الزواق، باش ما نطولوش ثاني الفيديو بزاف يولي ممل. غادي نخدم هكا سته ديال الكورميطات هانتوما، بحال كي خدمت هنايا، سته ديال الكورميطات هانتوما، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته، نخدم ستة الكورميطات ونرجع معكم باش تشوفوا طريقة الزواق ديال هاد الراندة اللي كتكون هنايا سامبل، صافي. هنايا البنات من بعد ما خدمت هانتوما نفس المسافة اللي قلت لكم، خدمت 20 غرزة هكا كيما قلت لكم، 20 كنخدمو في هاد المسافة اللي كتكون هكا خاوية، ما فيها لا كورميطة لا زواق لا حتى شي حاجة، كنخدمو ربعة ديال الغرزات عادي، 20 مرة كيما قلت لكم، 20 غرزة كتكون جهة الثوب، وكنخدمو هنايا ستة ديال الكورميطات هانتوما، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، صافي. المرة أخرى كنديرو العقيقة صافي، وكنكملو، ما كنعاودوش نديرو كورميطة ملي كنوصلو هنايا ربعة ديال المرات، ما كنعاودوش نديرو كورميطة، كنكملو نيشان هنا، صافي. من بعد ما سالت المسافة غنبدا تاني كورميطة. غادي نشارك معكم دابا الطريقة ديال الزواق، غادي تحسبو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، عشرة جاتني هنايا، إذا غنجي الوسط، الوسط ديال عشرة هي هادي أولا هادي، غادي نثبت بعدا الحرير أول حاجة، وغادي نحسب ثلاثة الغريزات هادي اللي غطات هنا، واحد جوج ثلاثة، وغادي نخرج حداها، طريقة الطرز سهلة، وغادي نبدا غادا هكا مايلة، غرزة سابعة غرزة، ثلاثة ديال الغريزات كنغطيوهم، حتى الأخير، ندخل البره هنا، ونجي نخرجها تاني هنايا في الجنب، هادشي عفوا وقيلا خطأت هنايا، لا ما خطأتش، ها هي، ندخل البره هنا ونخرجها هنايا، وغادي نبقى تابعة تاني غرزة تابعة غرزة، وحنا كنطرزو، ثلاثة ديال الغريزات كنغطيو ثلاثة ديال الغريزات، حتى كنوصل للخر،
وغادي نجي هنايا، غادي ندخل البره هنا وغادي نخرجها نفوت بحال غير هاد الغريزات هادو وحده وحده اللي حدا هاد الطرزه، ونخرج هنايا في الوسط، في الوسط نخرج البره. هكا وغادي ندير ثاني ثلاثه ديال الغريزات، واحد جوج ثلاثه. هنا غادي نبدا كنقص، ما غاديش نبقى كنزيد. ثلاثه غندير جوج واحد، غنجي ثاني الجهه الاخرى نغطي ثلاثه جوج واحد. غادي نمشي ثاني لهذا الراس هذا حداه، هنايا نخرج البره، نحسب في هذا الراس هذا ملي بدينا واحد جوج ثلاثه اربعه، نحاول نخرج هنايا البره. ثم البنات تقدروا ديروا المرمى باش كتجيكم الطريقه ديال الطرز سهله. غادي نجي ثاني نحسب واحد جوج ثلاثه، ونبدا غدا غرزه مورا غرزه. شو الطريقه ديال الطرز سهله، كتبغي غير شويه ديال التركيز وشويه ديال الحساب، تحسبوا الغريزات. غادي ندخل هنا ونجي نخرج في الجهه الاخرى، كضربات تحسبوا غير في المره الاولى، من موراها صافي كيبقاو غاديين غريزات غرزه تبع غرزه، متبقاوش تحسبوا. صافي غادي نجي تاني هنايا نحسب واحد جوج ثلاثة أربعة، نخرج البره هنا. وندير نفس هذه اللي درت هنايا، نغطي ثلاثة ديال الغريزات جوج واحد، ثلاثة جوج واحد. الجهة الأخرى كذلك نغطي جوج غريزات موراها غير وحده. صافي وكتعقدوا الخيط اللور، وهانتوما ساليتو الطريزه شفتو غير بسرعه كتخدم. صافي انا غنكمل القفطان ديالي هكا كامل، هانتوما نوري لكم منين غنساليه، غنوريكم ان شاء الله الشكل النهائي ديالو كيفاش جا. هانتوما هو مطروز نيت بنفس اللون، باقي غادي نبت هاد الرشيمه هادي ندير لها العقيق. المهم ان شاء الله غنساليه ونشاركو معاكم. نتمنى الرنده ديال اليوم تكون عجباتكم وتكونوا فهمتوا واستفدتوا معايا في هذا الفيديو هذا. ما تبخلوش عليا باللايك والبارطاج، بارطاجيو مع البنات اللي ما سماش بالخياطه. شكرا لكم بزاف، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.